رجعناكم تاني وبنتكلم على مصر وجزر القمر وتأهل مصر بجدارة واستحقاق ويعني أرقام تاريخية، ومنهم كمان صلاح اللي النهاردة بقى الهداف التاريخي التاني بعد كابتن حسام حسن 45 جون، جونين مهمين جدا لكابتن محمد صلاح أو محمد صلاح ميدو صلاح. لو مثلا انه يلعب الماتش التاني على الرغم انه ممكن يبقى عايز يريح عشان عنده ماتش ليفربول، عنده ماتش ارسنال، لكن هو دماغه دايما في الارقام. فعلا الكلام ده ولا طبعا طبعا. وبعدين هو المنتخب وحشه، خبر بقى له اكتر من سنه ما لعبش في المنتخب، صح؟ فبتبقى اللعب مع المنتخب وهو عارف ان الماتش ده ماتش تصيط، ماتش سهل طبعا. عارف ان الماتش ده هو اللي هيجيب فيه جون واثنين، وان هو طبيعي ان هو هيكسر رقم حسام حسن. تفتكر؟ ان شاء الله يعني هيزعل كابتن حسام؟ لا لا بالعكس، ده اي واحد ليجند كبير بيبقى فرحان، ان زي ما بيقولوا ان الارقام خلقت لا تضرب. ايوه ماشي. فهو اي واحد كبير بيبقى فرحان ان في حد تقرب منه، ده بالعكس ده طبيعي. انت كنت هتنبسط لو حد ضرب رقمه؟ طبعا انا عمري في حياتي ما بصيت للكلام ده، عشان كده عمري ما حاولت ان اضرب. عشان كده ما تحققش رقم، عشان ما تضايقش. احمد حسن خلي بالك وراموس قربت قوي، قربت ابو حميد جامد، ابتديت تبرد على احمد قوي. تهزرش بقى معايا. احمد حسن نجم مصر. ايوه بنهزر. طيب